أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم زهير الخيار، أستاذ جامعي بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني وخبير دولي في التخطيط الاستراتيجي التشاركي. موضوعنا اليوم الإصدار الجديد للأستاذ زهير بعنوان دليل عملي في البحث العلمي التشاركي باللغة العربية والفرنسية. أهلا وسهلا أستاذ زهير. مرحبا أستاذ الكريم. بداية أستاذ زهير، الوسط العلمي والجامعي يعاني من خصائص في نوع من هذه الإصدارات، لماذا هذا الإصدار في هذا التوقيت؟ بداية شكرا جزيلا للأستاذ الكريم على هذه الاستضافة الكريمة بهذه الجريدة الوطنية القيمة أنفاس بريس، التي كانت أولا سببا في إصدار الكتاب ما قبل هذا الكتاب اللي هو كوفيد 19، بحيث أنه ساهمت معنا أنفاس بريس بمساعدتنا على هذا الإصدار. لماذا هذا الإصدار بالذات؟ أولا لأنه كما تعلمون أن ذروة سنامي البحث العلمي أو ذروة سنامي الحياة كلها هو المنهجية، وبالتالي من صلحت منهجيته صلح العمل سائره. إذن اختيار المنهجية لماذا؟ أولا بحكم تجربتي المتواضعة في التعليم العالي وفي العمل الميداني، أيضا اكتشفت أن ما ينقص الباحثين أو الطلبة أكثر هو منهجية التعاطي مع بحوثهم، ولذلك فكرت في إصدار هذا المؤلف حول المنهجية ولكن بصيغة أخرى وبطريقة أخرى، لأن موجود الآن كتب حول المنهجية ولكن يستعصي على الباحث الآن أن يطلع على أمهات الكتب، ما يسمى بأمهات الكتب المنهجية. فحاولت شخصيا أن أبسط هذه المنهجية وأجعلها في متناول الباحثين في جميع الحقول، وبالتالي وضعت، ولذلك سميته دليلا، وضعت دليلا مبسطا بحيث أن الباحث يمكن له أن يستند إن أراد إلى هذا المؤلف ويتتبع الخطوات بشكل سلس وينجز بحثا معينا في مجاله الذي يبحث فيه. إذا المنهجية أعطتنا هذا السياق، وبالتالي الكتاب هو موجه لكل الباحثين الذين أرادوا أن يستعينوا به من أجل إنجاز بحوثهم العلمية. نعم، وهل الكتاب شنو القيمة المضافة ديالو والمنهجية المعتمدة في هذا الكتاب؟ إذا بطبيعة الحال القيمة المضافة هي تتمحور في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو عملية التبسيط في حد ذاتها، فقد حاولت أن أبسط ما ينبغي القيام به من أجل إجراء بحث علمي رصين. ما معنى التبسيط؟ التبسيط لا يعني الخروج عن المبادئ العامة للبحث العلمي، وإنما هناك أدوات وآليات تستعمل في البحث هي ليست في متناول الجميع، جميع الباحثين. مثلا البحث الميداني أو سحب العينة أو تحليل المعطيات هي ليست في متناول جميع الباحثين، وبالتالي حاولت هي تدرس غالبا هذه المناهج في حقل العلوم الاقتصادية والاقتصاد القياسي. أنا أردت أن أبسط لجميع الحقول المعرفية كيف يستعملون هذه الأدوات دون تخصص. إذن لا ليس بالضرورة أن تكون متخصصا من أجل إعمال هذه الأدوات، وبالتالي حاولت أن أبسطها للجميع سواء كان في حقل الآداب والعلوم الإنسانية أو في العلوم الحقة أو في القانون جميع المشارب. هذه النقطة الإضافية الأولى. النقطة الإضافية الثانية هو أنني كتبته في نفس الوقت بالعربية والفرنسية، إذن سيكون المؤلف هو في حقهما مؤلفين اثنين، مؤلف العربي ومؤلف الفرنسي، ولكن جمعتهم في مؤلف واحد. إذا استعصى عليك أن تتبع ذلك بالفرنسي يمكنك أن تلجأ إلى العربية، وإذا استعصى عليك أن تتبعه بالعربي يمكنك أن تلجأ إلى الفرنسي. النقطة الإضافة الثالثة وهي أهم إضافة في هذا الكتاب هو أنني حاولت أن أجعله دليلا صالحا لكل الحقول المعرفية، وبالتالي أي هو في أفقي ودليل أفقي أي باحث في أي مجال
يمكن له أن يتتبع هذه الخطوات. ولذلك الأمثلة الموجودة داخل هذا المؤلف كما سترون هي أمثلة من جميع الحقول. مرة نتحدث عن مثال في الاقتصاد، عن مثال في العلوم الحقة، عن مثال في الأدب والعلوم الإنسانية، عن مثال في الحقوق، وبالتالي جعلته أفقيا صالحا، قد يكون صالحا لكل المشارب والحقول المعرفية. نعم أستاذ زهير، ونحن نستضيفك الآن في البرنامج ضيف أنفاس، إصدارك هو في طور الإعداد للطباعة، وهذا يجرنا للحديث عن الإكراهات التي يعاني منها الأستاذ الباحث في المجال ديال البحث العلمي. شنو هي الإكراهات التي تعاني منها أستاذي؟ إذن هذه نقطة بالأهمية بمكان، بأهمية بمكان. الباحث الذي يريد أن يقوم بالبحث العلمي بشكل هادئ وبشكل رصين هو يختار اتجاهين. هناك الاتجاه المسطري الذي يمكن من خلاله أن يتبع مسطرة معينة من أجل التمويل، من أجل كذا كذا، وهناك الاتجاه الذي يتبع الباحث أن يشتغل بشكل فردي وعلى نفقته الخاصة. أنا دائما أختار هذا الاتجاه الثاني. لماذا؟ لأن كاين مجموعة الإكراهات في الاتجاه الأول. هناك لجان، واللجان تحيل على لجان، وللمصادقة على هذا الكتاب، وهناك عدة إجراءات مسطرية باش يمكن يمولوا لك واحد العمل معين. هذا الأمر أنا أتجنبه لأنه في حقه في بعض الأحيان ما كيوصلش كاع إلى نهايته. ملي كتاخذ المسار الثاني ديال البحث اللي هو أنك تكلف أنت، هذه معاناة أخرى. أولا أنت الذي تفكر، ما كنتكلمش عليا أنا، جميع الباحثين، أنت الذي تفكر، أنت الذي تطبع على مستوى الحاسوب، أنت الذي تتبع مع الطابع التصحيح إلى غير ذلك، بل أكثر من ذلك. وهذه أمر اللي هو دائما يضحكني ويجعلني أقول لن أكتب كتابا بعد هذا، ولكن غير كتسالي ديك الفترة وكنعاودو تاني نبداو نكتبو. هو ملي كتبغي تاخذ النسخ ديالك من المطبعة، فالباحث هو الذي اللي كيهز هذوك الكراطن على يدو، هو اللي كيدخلهم في الطوموبيل ديالو، هو اللي كيجيبهم، هو اللي كيفتح على الموزع، هو اللي كيعطي الموزع اللي كياخذ هو النسبة ديالو باش. إذا كاين واحد كيتحمل مجموعة من المسائل على الكراهات والنقطة. إلا ما كانش عندك واحد الإرادة قوية ديال البحث العلمي غادي دير الكتاب الأول وتحبس. وأظن أن مجموعة من الباحثين هم قادرين على الإنتاج العلمي، وقادرين انهم يعطيو. شنو هو الدور ديال الوزاره الوصيه والوزاره المكلفه بالتعليم العالي في يعني في تشجيع السيد الباحثين والبحث العلمي؟ الوزاره هي تشجع البحث العلمي وتشجع، ولكن باش كتعمل واحد اللجان معينه ثاني باش يمكن الا بغيتي دير واحد العمل معين توضعو في اطار ديك اللجنه كذا، ولكن كتعرض عندك مجموعه ديال الاكراهات من قبيل انه بدا المسطره طويله جدا، قد تتقادموا تتقام المعطيات اللي في الكتاب وممكن ما تكونش يجيك الجواب متأخر، أو في بعض الأحيان قد يكون هناك إكراهات مالية لا تستطيع الوزارة أن تنفذ هذه الدعومات إلى غير ذلك. وبالتالي كنفضلوا أننا أن نأخذ على عاتقنا احنا النفقة على الكتاب. إذن الوزارة يمكن لا تعمل لك هذا الشيء ديال تحط الكتاب ويدوس في اللجان باش توصل لواحد التمويل، ولكن ما بعد التمويل ما كاينش. يمكن لك انت اللي دير هذا الشيء كله اللي كدير، انت اللي خصك تدي داك الشيء للمطبعه، انت اللي توقف عند المطبعه، انت اللي تهز الكراطن، انت اللي تجيبهم، انت اللي توزع، انت اللي كذا. فالباحثين كيعياو، سي نورمال عادي جدا كيعياو وكيكتب الكتاب الاول الثاني. احد الاسباب لما كنوجدوش تصنيف ديال الانتاج البحوث العلميه على المستوى الدولي للاساتذه للجامعات، ما كنلقاوش مغاربه ولا جامعات مغربيه في التصنيفات. نعم، من الاسباب اللي كتجعل ان الباحثين كيعيا، يا اما كيعيا ماديا ما كيبقاش يقدر يمول الابحاث ديالو وكذا، يا اما كيعيا على مستوى الاجراءات التي يقوم بها في كل فتره. ولذلك الا كان شي تنظيم اخر للبحث العلمي، سواء ان يكون تمويلا ماليا تمويلا ماليا الباحثين ولكن الجادين اللي عندهم بحوث في المستوى الى غير ذلك، او على الاقل خص تعرف بان احنا دابا نؤدي الضريبه على البحث العلمي.
تعليقك على هذا الجانب ديال التدريب البحث العلمي، لا يعقل ان يتم تدريب البحث العلمي. دابا الاجره ديال الاستاذ الجامعي هي فيها مجموعه ديال المكونات من بينها التعويض على البحث العلمي، صحيح، ولكن كيجيبوا التدريب على التعويض على البحث العلمي. ما معنى التدريب على البحث العلمي؟ وانك تنتج كتاب واحد الناس باش يستافدوا منه وتخلص عليه الضريبه. اذا هذا المنطق شويه خاصو يتعاد فيه النظر. ما عدا ذلك لا يدفع الباحث الى البحث الا قريحته ومجهوده، زعما الذي يجعله يقوم بحث. بعض الاساتذه عنده ما يقول، عنده افكار مكون، عنده انتاجات، ولكن ما يقدرش يخرجها، لا يستطيع انتجها بالنظر لهذه الاكراهات الموجوده. بالنسبه للقطاع الخاص، يعني كاين هو الدور ديالو على مستوى الشركات، وتقدر حتى هي تتمول البحث العلمي والجامعات. كيفاش كتشوف استاذ الدور ديال القطاع الخاص ولا الشركات الكبرى اللي تقدر تساهم في يعني في احتضان البحوث العلميه والبحوث الجامعيه؟ انا شخصيا ما عمرني ما تعاملت مع القطاع الخاص في 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 تدبير البحث العلمي، لانني عندي واحد الاعتقاد يقدر يكون خطا، ان القطاع الخاص كتعرف، وهذا حقه القطاع الخاص، سي لونتربريز، الشركه خاصو يكون رابح شي حاجه من هذه العمليه هذه. الا ما غير ربحهاش ماديه، غير ربحها من خلال مضمون الكتاب الذي قد يدير اشهار لجهه معينه وكذا. انا كنتجنب هذه المساله هذه بتاتا، لان كنبغي نخلي باش يكون الكتاب علمي في الحق العلمي يلزمه الحياد. ولكن يمكن يكون القطاع الخاص مثلا كيمول بعض المؤلفات على اساس انك دير له اللوغو ديالو في بدايه الكتاب كذا. احنا ما بغيناش نخلطوا ما بين ما هو تجاري وما هو علمي، ولذلك انا ما عمري ما سبق لي تعاملت مع القطاع الخاص في هذه، اما في اغلب الاحيان كنأدي من النفقه ديال الخاصه لاتجنب هذه، حتى يكون الراي محايدا في هذا الاطار. والاصدار الحالي هو يعني يليه مجموعه من الاصدارات اللي قمت بها استاذي زهير. شنو هما تقريبا عدد الكتب اللي اصدرتيها لحد الان؟ والله انا غادي نذكرك بواحد القوله ديال الامام الغزالي الاول، ماشي هذا، كانوا اعترضوا، الا سمحتي لي، كانوا اعترضوه، كان غادي في الطريق وهزوا ولادو، كافتي بكري كانوا كيمشيو غير في الجمال وكذا، فاعترضوه اللصوص وبغاو يديو له كلشي، قال لهم خليو لي غير الكتوبه ديالي وديو كلشي. قال له واحد من هذوك اللصوص، قال له انت كنت اللي كتبتيها؟ قال لي والله العظيم ما عقلتش اش كتبت فيها. انا دابا الان العدد ما نقدرش نقول لك، يمكن خمسه يمكن سته باللغه العربيه الفرنسيه، كتبته في السياسه العموميه التشاركيه، كتبته في كوفيد، كتبته في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالعربيه والفرنسيه، كتبته في الاقتصاد القياسي، كتبته في الفقر والمشاركه في الانتخابات، كتبته في هذا ديال المنهجيه الى غير ذلك. المهم تكون واحد حوالي 10 اصدارات الكتب. بالنسبه للمقالات العلميه هذوك ما كنتكلموش عليهم، لانهم كيصدروا في مجلات دوليه بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه ايضا. شكرا جزيلا استاذ زهير على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.